Why is the international community silent while witnessing millions of Tigrayans starving to death and other atrocities? بميلينات قصر تجارو بسبب سرحة ميتون تموتون قف عوج أفج أفن تبص حمن محبر سب عالم من منتهي سقطة مريسو عدراويتن أقرابيتن AJ Stream Fame OK تحتت Ethiopia calls all capable citizens to fight in Tigray war. This doesn't sound like we're anywhere close to peace. كل زيجا بزخالون زلون عقمنا بكونات تجري يتمم. كتبلي إثيوبيا عبس وعتلو من قد سلام زي ممرات دو عخونن خال حطو فيم أوكيوم. مس AJ Streams أن حد زنبرات مقواتي سواء مسلات مع عزاقدي فاشيست قجل أبي أحمد قابل الهزب تجري كما يكونات مسنات هزبي كمز أوجيتك على التي استلمده بروباغاندا ميدياتات فاشيست قجل أبي أحمد زخونا إذا سامين تتاقي عزب الون ني إتيبيا وينزل لعالو ني حسو تفترا كم زخونا أي حابتن First of all, the call, مراح قجل فاشيست زخونا أبي أحمد حدا هزبي قابل علكا لأكل لعالي يزقويعو أم حارو قابل علي تقارو كل لعالو بحافشا إتوبيا وان أبزر المسنات تقارو كساتف زل لعالوين بعلو أبي أحمد يو That is facilitated by the Ethiopian government, mainly the Prime Minister. Fame, okay. قدم قبل خلتنا تخلت مليون هزب تقرأي أب حدا قاتم يتكم زر كبزة قال صحابري تاكم زنبرة الزخاخر حزي دارغا خول هزب تقرأي تما تسادع إجابة صحوة هزو تحاجز ولا كوان تحاتتا أي تغالن Tigray is facing mass starvation induced by the genocidal war taking place. 2.2 million children are starving to death. Tigrayan forces are not in Amhara because سراوي تقرأي أب كل الأمحارا يدلن ناب تقرأي تماليسو بقجل فاششت أبي أحمدن تسفح فحت حيلتات أمحاران استقانا وابرا كبان عزوان نمفن صحيو يقال الزلو بوليتيكاوي مفتحي نممسان تقرددوم أبزوريات أرب إزان مقاماتن حزوين سراوي تقرأي قال سوم يكايدو لو Ethiopians to go and attack Tigray first of all it's not that تعاتي قيك على الزلو سراوي تقرأي مبر هزبا ويان حارنا تقرأي خونن بفاششتاويان استخايدة عزوان كبان نمفن صحدما علاما غيروم يقال سلو Government كندا ويت بليني سيوم ناب تقرأي هزوز حاجة زي أتو كم زلور قص أنيا بمخان كن ديز أكل كم زخونة جن عيفلة تخوني دانيرا وكيل زي فاشش تو جدلا أب ميديات زخونة زكاري حز العالم جن لعلم أن قصيد فولت حابري تعلني قبل حسوتو قصيل اللوم In Tigray where هزوز سبعة وحاجة زحزة كبابي ميتين حمسان مخاين معلتاوي ناب تقرأي أتو عين It be delivered daily to the region مع زاقدي قبرنياتاتنا بحقيق أربو مقبار مفتح كلهم بوليتيكا والولاوات إثيوبيا كم زخونة حبي رايا bringing all the war criminals to court and to save to get justice for the victims of this genocidal war the Ethiopian government must allow منغست فيدرال سبعة وحاجة ناب تقرأي كأتو كفكر له areas that have been affected by this war as such inclusive dialogue with as many كلهم استعطون زي تعطون حيلتاتنا بزوريا تربيزا كموسيقبا The Oromo Liberation Army and anyone else who's involved.